الحمد لله كنشكر اللاعبين كما سبقت وصرحت لك بالفتره اللي كنا زدنا بها قاسينا كاملين لا لاعبين ولا مكتب مسير ولا اداره تقنيه. دونك خدنا ديك المرحله ديال الفرق انها تدخل مرحله الشك. الحمد لله كما قلت لك كان اول انتصار مع توالكا وحنا الحمد لله دابا متصدرين عن جداره. انا كنقولها عن جداره بمجهود اللاعبين مجهود الطاقم التقني مجهود المكتب المسير على الامكانيات اللي كيوفرنا على قد المستوى. ولكن الحمد لله كنشكروا الجمهور اللي كيعاني من ويسلان حتى للجلال باش يشجع الفريق ديالو. هنيئا لويسلان هذه المكناس عامه. شكرا لك امانة. اذا تنتظركم مقابلات قويه خصوصا خارج هذا الملعب الذي اخترتم وكان طلعة خير على فتح ويسلان. ماذا تقولون على المقابلات المقابله المقبله ان شاء الله؟ البطوله حنا كنسيروا هذه السنه بمقابله مقابله ما يمكنناش غادي نقولوا فتح هو فاس ولا نقولوا القصر. تفرغنا للقصر وجدنا النادي القصري جبنا 3 بوان ديالنا الحمد لله كنديوها للمدينه عامه. بالنسبه للمقابله الجايه انا كنقول للجمهور ان شاء الله الرحمن الرحيم يتسنى مني ابسط ما كاين هو نقطه ان شاء الله الرحمن الرحيم ان شاء الله ان شاء الله غادي يكون لنا مدينه وجده ما كنظنش انني نعقل نتمنى شي هزيمه مره في المسيره ديالي ان شاء الله نتمنى وحاجه اخرى نقول لهم دابا حنا تصدرنا الترتيب ما كيسمحلناش اننا نتهاونوا اكيد. دونك حنا متصدرين غادي نخدموا ليل ونهار باش نبرهنوا على الناس يستحقوا هاد الوقت. اذا شنو تقولنا على المقابله اللي الاصداء ديالها عمت في ارجاء هذا الملعب خصوصا ان النادي المكناسي كان منهزما بهدفين لواحد وتعادل في اخر اللحظات ربما. اذا شنو تقولنا على هاد يمكن نقول ان ربما نقطه خارج الملعب ما تبقى الفوز انك تكون منهزم بهدفين وترجع في المقابله لان هذا في حد ذاته راه مجهود جبار للاعبين ولا الطاقم التقني. اللي بغيت نقول للجمهور المكناسي انه يصبر على الفريق ديالو فريق الام فريق اللي عنده اسماء غادي تقول الكلمه ديالها خص تستافر الجهود لا مسيرين لا اداريين كلشي خصو يستافر الجهود بان فريق الام خصو يرجع للمكانه ديالو الطبيعيه اللي هي قسم الوطني الاول. اما هنايا في هذا القسم هذا ما مرتاحش للنادي المكناسي في هذا القسم هذا لان ما يشرفوش في هذا القسم هذا. اذا بصراحه وتعودنا عليك الصراحه اذا كان فريق فتح ويسلان مع فريق النادي المكناسي في مقابله الديربي ماذا تقولون عن هذه المقابله المنتظره ان شاء الله؟ غتكون جوج مقابلات يعني في نفس ربما في هذا الملعب وكتعرفوا فريق النادي المكناسي عنده جماهير يعني كيفاش غتكون؟ تيق بيا انا ما كنفكرش في المقابله ديال النادي المكناسي حتى ما كنفكر في المقابله ديال لاصالح. سيرتو عندنا محليه بطبيعه الحال. تيق بيا نقول لك هذه المساله دابا كنفكر انا غنمشي نرتاح ونوجد لازاري حسن لازاري الوجه غادي نوجد الكودم ولا نوجد نعم اكيد الكودم نحترموها يعني كتلعبوا بمقابله كما قلت حتى هي كذلك ما بغى يكون الحال كما بغى يكون الحال فريق الام ديال المكناس النادي المكناسي كنحترموه وكنتمنى له التوفيق ونرجع للنخبه ان شاء الله مره. نعم شكرا لك اذا الكلمه اللي يعني الشيخ الشباب اكيد بسم الله الرحمن الرحيم بطبيعه الحال الله يوفقك اذا بطبيعه الحال يعني السكهونات اللي كتعطي يعني كتكون دائما يعني ايجابيه الان وهذا يعني في هذا اليوم قلت على ان فريق فتح ويسلان سوف يكون هو الفائز. من طبيعه الحال فريق فتح ويسلان تيكون في 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 الشوط الثاني فريق متكامل و ديما هو القوه ديالو في الشوط الثاني الفريق ديال فتح ويسلان ونتمنوا له الصعود ان شاء الله وحنا هذا هو الهدف ديالنا. إذن الهدف ديالنا حنا كإعلاميا بغينا نعرفوا إن شاء الله مستقبلا في المقابلات اللي غادي يخوضها فريق فتح ويسلان مع فريق النادي المكناسي بمدينة مكناس شنو هي التخمينات ديالكم الآن مع أن مدينة مكناس والنادي المكناسي له يعني جمهور غفير لكن هناك فريق اللي هو شاب طموح يعني عاد في إطار التهيئة شنو غتقولوا لنا؟ هذا الجواب ربما غادي يكون صعب بالنسبة للسلسلة هو الفريق الكوديم تيبقى الأم ديالنا الفريق ديالنا جميع وفتح ويسلان حنا التلاميذ القدام وغادي يلعبوا معاهم الكره ولكن بروح رياضيه غادي يربحوهم
يعني الشمس كتسطع من ويسلان، هل كذلك ستكون ان شاء الله هذا؟ ان شاء الله ان شاء الله الفتح ويسلان غادي تنتصر على الكوديم بروح رياضيه. اذا ننتظر المقابله ان شاء الله في امان الله. سي الشبالي شكرا. شكرا سي محسن، تبارك الله عليك. نعم النتيجه ديما غتكون الفتح ويسلان بعدي بروح رياضيه والعاطفه وكل شيء، وحتى بمنطقه الكره لحقاش وحده الاولى وحده الاخرى، والفرص ديال البريمير ديال الشوط الاول راه دازو اكثر من ربعه الفرص اللي تمركاو فيهم البيت، ولكن الكره بنت الحرام تتبكي وتضحك وتبكي. إذن نتمنى واحد اوفر لممثل فريق مدينه مكناس فتح ويسلان. شكرا لك. النتيجه في الدوزيام ايتا غادي نركبوا اكثر من جوج البيوت ان شاء الله. إذن كانت الجوله الاولى نقدروا نقولوا 95% لصالح فتح ويسلان، خصوصا على انه اهدر تقريبا حوالي اربعه يعني المحاولات كانت سانحه للتسجيل. ونتمناو في هذا الشوط الثاني تحلم الفرص باش نركيو البيوت، باش على الاقل مدينه مكناس تكون مثلا من الفرق الاولين من الطرف الاولين. هذا ما نتمناه. شكرا لك شيخ الشباب سي حسن الشمالي. نعز بك. شكرا. في امان الله. رقم اربعه يعني زيد عنده محمد سود. لياقه بدنيه عاليه، تقنيات، تتبع، تواجد في كل الامكنه، والهدف يسجل في الجوله وبالضبط في الدقيقه الثالثه، تعطي اول هدف لصالح فريق فتح ويسلان هنا بالملعب البلدي لحي تلال. إذن التخمينات التي قالها الحسن الشمالي شيخ الشباب قال على أن الفوز سوف يكون لصالح فتح ويسلان. فتح ويسلان المعروف عليه يتحرك في الجولة الثانية. الهدف يفعلها مسجل الهدف أمامكم. السيمو يفعلها ويسجل الهدف الثاني رقم 19، يضيف في الهدف الثاني. رائعة هدف والأربعة. إذا هدف يا سلام، ثلاثة أهداف عند بداية الجولة الثانية. خليه سير معاه يوسف هات.
خروج موفق للحارس. شد كرة مع رابط كرة كرة ديال يلا مزيان يلا كلمي دابا كلمي صافي يلا مزيان اجي محسن محسن عيد زكاة دور حجاج يس 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 دابا حمزة لا تخرج دابا خذ ورا لكن خارج المرأة خارج المرمى. إذا سوء الطالع بالنسبة لفتح ويسلان في هذه اللقطة، كان هجوم سريع لكن ربما تسرع اللاعب
لحول دون تسجيل الهدف الأول. إذن حوالي الدقيقة 20 كادت أن تعطي الهدف الأول لصالح فريق فتح وسلان في الجولة الأولى. إذن الجولة الأولى على وقع البياض بين الفريقين، بين فريق فتح وسلان وممثل مدينة القصر. إذن المباراة تجرى هنا بالملعب البلدي لتولان، والكرة خارج الملعب. يلا 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 العبوا أوريا أوريا سريعا أوريا أيوب 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 إذا المقابلة بين النادي القصر. سوف نتعرف عن النتائج المحصل عليها لحد هذه الدورة. وفريق فتح وسلان يقطع المراحل من أجل تحقيق الأهم. اسمعني اسمعني، كمل معه كمل معه، خلي محسن معه، كمل معه، ما تخليش الفرق تما. راه ديالك طلب له تما، راه هو ديالك. إذن حكم المقابلة من أياد جهة الشمال وسط الشمال. خرج من تما، خرج من تما. إذن وفي نفس التوقيت يخوض فريق النادي المكناسي مقابلة مع فريق حسنية لازاري بمدينة وجدة. إذن نتمنى كل التوفيق لممثلي مدينة مكناس. شوف هنا ضربة ضربة دابا دابا زيادة اللي كتزيد بيها أيسر أيوب ديالك دايما معاه قدامك أيوب إلياس راه معاك ديالك ها ها صافي دايما أيوب شوف مات مات الدرب يلا 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 ي
إذن تقريبا في هذه الجولة ثلاث فرص سانحة للتسجيل، لكن تهدر بشكل بشع بالنسبة للاعبي فريق فتح ويسلان. إذن ضغط كبير خلال الربع ساعة الفائتة. إذن نعيش حوالي الدقيقة 30 من الجولة الأولى. إذن الجولة الأولى لازالت تكافؤ بين الفريقين 0-0، وهناك تقدم كبير بالنسبة لممثلي يعني الإسماعيلي تمكناس فتح ويسلان. يوسف يوسف الإشارة فقط بالنسبة لممثل النادي القصري، قد تعادل مع فريق النادي المكناسي ب في مقابلة الذهب. إذن تعادل الآن بين الفريقين. كرة تركن للدفاع. يوسف يوسف ديال، هناك سمات قوية بالنسبة لفريق الزائر. ديال 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 لا صاد صاد ديال وين عدم شد الكرة اضرب اضرب وعيوب فعلا يا سيمو عطل ايش شدوها يلا وضور وضور غلعب وضور وي صاد غير شدوها بلاتي يا عمر بلاتي دابا دابا بلاتي 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 هام هيك هام وين دور دابا 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 طويلة هكر ايوا نخشوا التيلان فين ونطلع دابا حنا نطلعوا حنا بعدا عاب 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 لا لا بس جمال هوا هوا لا ما نخليش يجلس الملعب البلدي في تولال إيمان دايم دروس قديمة مخال مقربة
50 تقريبا 1050 اكثر عشر تفرجنا متفرج واخا اكيد كيما تخاني المقار ديال كيلو وتو عفوا باقي ان يصدقوا فلان لا وان تقريبا ويت وسطيبه تخ ميمون تقريبا 19 يعني في حاله موت ما تقول لك لا تقول وان اذكر عند الرفقه الاولى ايما تخ ميمون حيات شباب بالكري رشيد اجنا زيرو يا دراسوس عبد واحد عبد واحد اكادير رشيد عبد واحد قالوا ما تفهمين إذن نخرج اللاعب الآن التغيير الآن يتم دخول خمس لاعب مكان اللاعب المصاب كورة كبيرة يعني مكان اللاعب رقم 13 الذي اضطر يعني المدرب لتغيير اللاعب نظرا للإصابة إذن النتيجة دائما متعادلة 0-0 في الجولة الأولى لا حاتم 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 بنوني بنوني صافي صافي خرج خرج جماعة 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 مدي 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 جماعة فاز عمر فاز عمر فاز عمر إذا في هذه الأثناء يعني الحكم على نهاية المقابلة بالتعادل
تغيير في صفوف فريق فتح ويسلام دخول رقم 16 في هذه الجولة الثانية التي سوف تعطى انطلاقتها بعد قليل. إذن دائما التعادل 0-0 بين الفريقين. من انا ما صاحبي السيني غير على البلاط هي لا الحصر تاف تمشي ما درتي طوموبيل ما درتي يونس يلا يا كريم بغيتي شي حاجه بديت نحضرها تتحمق انا يا صاحبي هادي بالله. إذن الآن الحكم يعطي بداية الجولة الثانية. انتهت الجولة الأولى بتكافؤ 0-0 مع تقدم لفريق فتح ويسلان الذي أهدر أزيد من 4 أهداف خلال الجولة الأولى. نعيش الآن الجولة الثانية. هجوم هذا وسط الميدان رقم 8 غادي يقذف وخارج المرمى. إذن للتذكير فقط حسب المعلومات على أن فريق النادي المنكناسي كان منهزما بهدفين مقابل لا شيء والآن قد تعادل. نعم قد سجل هدف والحصة المسجلة الآن 2-1 في مرمى فريق النادي المكناسي الذي يلعب مع حسنية لازاري بمدينة وجدة. إذن تماس إذن ضربة خطأ لصالح ممثل الجابوني برتي الروينة مع اتحاد القصري. الذي يقبع في المرتبة ما قبل الأخيرة. وفريق فتح ويسلان له 19 نقطة بدون احتساب هذه المقابلة. إذن هذا هجوم آخر رقم 4 يعني لياقة بدنية عالية تقنيات تتبوع تواجد في كل الأمكنة. الهدف يسجل في الجولة وبالضبط في الدقيقة 3 تعطي أول هدف لصالح فريق فتح ويسلان هنا بالملعب البلدي لحي تلال. إذن التخمينات التي قالها الحسن الشمالي شيخ الشباب قال على أن الفوز سوف يكون لصالح فتح ويسلان. فتح ويسلان المعروف عليه يتحرك في الجولة الثانية هذا ما عودنا عليه يظهر بوجه مغاير تماما وقد تأتى له الهدف الأول في الدقيقة الثانية. هناك استماتة قوية للفريق الزائر يعني رغم ذلك فهو يعني يواصل ضغطه كما تلاحظون هنا وتألق الحارس الذي يعني كان متألقا في الجولة الأولى وقد صد العديد من القذفات. ترتيب العام دائما فريق دفاع الحسن الجديد في الصف الاول ب7 نقاط. محاديه 20 نقطه اتحاد طنجه والقناه ناقص 20 نقطه الصفر الرابع الرجاء والقناه ناقص 5-17 واش راه كيشد هو بيلي هذيك كاينه. ان ضربه التماس لصالح فريق فتح ويسلان من الجهه اليسرى ايوا ديالنا ضربه الحارس في المكان المناسب. اذا الكره وسط الميدان عند صالح فريق فتح ويسلان
سير 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 شتيرا منين يا ايوب 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 ورا مورك كورك ايوب ياسو ياسو يلا سير 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 اي 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 الهدف الهدف يفعلها يفعلها مسجل الهدف امامكم السيمو يفعلها ويسجل الهدف الثاني رقم 19 يضيف في الهدف الثاني رائعة رائعة هدف ولا روعة إذن هدف هدف الأحلام والصارع يا سلام ثلاثة أهداف عند بداية الجولة الثانية غدا الصيك ما غدا لاويا ما غدا سير البو حسين يتسكت ديال كرة المنطقة الجزاء تستدى بقوة ديوان وتحرز الهدف أرضية قطفة أرضية والهدف الثاني ديال البيب بنفس الطريقة يعني مقابل الشباك على مشارف العملية تترجع كرة من الدفاع توجد يونس ديب التي تستد بنفس الطريقة أرضية قوية تستقر في الشباك ديال الحارس الزرباوي ديال النادي القصري في حين أن الهدف الثالث كان بنفس الطريقة ولكن ماشي مقابل الشباك كان من جانب شيئا ما الشباك تترجع كرة من الدفاع تتلقى الديوان بنفس دائرية قصفة نفس دائرية تستقر كرة في الزاوية 90 من الشباك بالنسبة للفريق الزائر دقيقة الدقيقة ديال الآن احنا في الدقيقة الهدف الثالث في أي دقيقة الهدف الثالث سجل في الدقيقة التاسعة بالشوط الثاني قلت الزميع عطيف الصريبي أن اللقاء تجمع المتناقضين الفريق نادي القصري اللي تحصل الرتبة 14 ب 12 نقطة فاز جزء اللقاءات هدف داون هدف ثلاثة اللقاءات في حين أن فتح ويزلان تحت الرتبة الثانية ولكن إذا رأينا هذا النتيجة الأمس لجمع الشباب المحمدية والاتحاد الإسلامي واللي عرفت الانتصار ديال الشباب المحمدية بجوج لواحد والآن هما بجوج يقودوا القافلة بعشرين نقطة الآن فتح ويزلان هي المتصدرة للترتيب بواحد ب 22 نقطة لأنه
عندها 19 نقطة تزيدوا عليها ثلاثة نقاط المسجلة الآن بالتالي الصحية الأولى المتصدرة ديال الترتيب. فتح وسلام قلت بأنها فازت 5 لقاءات تعادلت في 5 وانهزمت في 2 مجموع 19 نقطة. بالنسبة للنادي القصري دخل اللقاء بالعناصر التالية، هناك ديابوي حديث عادي تعادلت وحدة ونهزمت في 4. نعم عندها 22 مقابلة لحد الساعة، 7 ديال الانتصارات، تعادل 4 ديال الهزائم، سجلت لحد الساعة 13 إصابة، وتسجلوا عليها. ديش عندو أيوب؟ ضربة جزاء الآن. الدينامي طريق حسنية النظري وجدا دخول هذا المباراة بالعناصر التالية. هذا هدف مرمى رضوان أبو حسون اللاعبين أيوب حجي علي الرحيم. إذن في هذه الأثناء فريق النادي المكناسي متعادل بمدينة وجدة هدفين مقابل هدفين لكلا الفريقين، بينما فريق فتح ويسلان متقدم بأربعة أهداف دون رد في الجولة الثانية. لكن هناك سمات قوية من طرف الفريق الزائر خصوصا في وسط الميدان وفي الجناح الأيمن. لياقة بدنية
حسنيات الزراعي يعني عملت واحد المواسم كبيرة فضل الجماهير ديالها فضل السكان ديال الزراعي اللي عطاوها هذا الفاس حيت من هنايا هنايا الله يمالها بالصراحه كان المعلم كان برافو خويا برافو غادي الكره غادي الامتاع هذا هجوم سريع ديال الفريق الجزائر سير سير مورك 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 ورا مورك ما كانت
بدنا تغيير اخر في صفوف الاتحاد القصري في الجوله الثانيه. ضربه صالح الفريق الزائر وسط ميدان. اسير عنده واحد وقع على الأرض لتوجيز الآن حكم المقابلة لتفقد الأمر الفريق الطبي لتقديم الإسعافات الأولية. رشيد سير أنس أيوب ولا مراد كمل صافي جيبه هلا سير لعبني سير سير رشيد الحشيش ده ورا أزيد عنده مرة أزيد وتوليك يا إبراهيم
حل حل ابراهيم زيد 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 واش الطراوه زيد ايوا إذن كرتين داخل الملعب. إذن نعيش الدقائق الأخيرة من الجولة الثانية. دائما تفوق بين لفريق فتح ويسلان 4 أهداف دون رد في مقابلة متوسطة نسبيا، ولكنها على العموم في صالح فريق فتح ويسلان الذي أبان على إمكانية عالية. إذن بالنسبة لفتح ويسلان تنقصه بعض اللمسات من أجل مجاراة أقوى الفرق في البطولة الوطنية لقسم الوطني الأول. هو إذن بالرغم من فوز فريق فتح ويسلان 4 أهداف بالملعب البلدي لمدينة لحي تلال، وهذا الملعب ربما طلعت الخير على فريق ويسلان الذي أصبح يختار اللعب في هذا الملعب المتميز نظرا ربما لجودة العشب هنا بهذا الملعب. إذن حد أوفر لكلا الفريقين. نعيش ربما الدقائق الأخيرة أو الوقت الضائع للمقابلة، لأن المقابلة كانت تعرف العديد، وفي هذا الأثناء يعلن الحكم عن نهاية المقابلة بتفوق فريق فتح ويسلان على نظيره ممثل. إذن عينك حار.